بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أقدم المحاضرة السادسة لطلبة المرحلة الأولى كلية طب الأسنان Lecture 6 Cell Biology Part 2، وهي الجزء الثاني من Cell Biology تكملة للجزء الأول محاضرة الخامسة الجزء الأول من المحاضرة الخامسة Cell Biology. في المحاضرة السابقة تكلمنا عن السيل الخلية والسيل ثيوري وبعض التراكيب الخلوية. اليوم تكملة لبعض التراكيب الخلوية من حيث تركيبها ووظيفتها، منها الريبوسومز. Ribosomes are organelles composed of protein and RNA. Ribosomal ribonucleic acid هي عضيات خلوية تتكون من البروتينات والحامض الريبوزي الريبوسومي. هذه العضيات الريبوسومات تقوم ببناء البروتين protein synthesis occur at the ribosome. تتواجد الريبوسومات are often attached to the endoplasmic reticulum، عادة تكون مرتبطة بالشبكة الاندوبلازمية وخصوصا الشبكة الاندوبلازمية الخشنة الروث endoplasmic reticulum. كذلك توجد بصورة حرة free within the cytoplasm. إذن الريبوسومات هي تراكيب خلوية، تركيبها يتكون من البروتينات والـ RRNA. وظيفتها هي بناء البروتين، تواجدها تتواجد بصورة حرة بالسيتوبلازم وكذلك مرتبطة بالشبكة الاندوبلازمية. The nucleus. Nucleus, a structure prominent in cell, store genetic information. النواة. النواة هي التركيب البارز الموجود داخل الخلية، وظيفتها تقوم بحفظ وخزن المعلومات الوراثية. وظيفتها هي حفظ store genetic information، حفظ وخزن المعلومات الوراثية. كل الخلايا جسم الكائن الحي تحتوي على same genes، يعني تحتوي على نفس الجينات. genes الجينات كتعريف هي عبارة عن segment of DNA that contain information for the production of a specific protein. هي عبارة عن جزيئات أو أجزاء أو قطع، segment يعني أجزاء أو قطع من الحامض النووي DNA تحتوي على المعلومات المسؤولة عن إنتاج وتكوين production specific proteins، عن بروتينات خاصة. Protein have many function in cell and they help determine a cell specificity. اللي هي هذه البروتينات تقوم بوظائف متعددة، كذلك تعطي خصوصية للخلية. يعني شنو تعطي خصوصية للخلية أو تحدد خصوصية الخلية؟ determine يعني تحدد خصوصية الخلية. يعني شنو تحديد خصوصية الخلية؟ يعني مثلا الخلية هذه البروتينات مسؤولة عن إعطاء مثلا صفة القيام بعملية التبادل الغازي للخلايا التنفسية، مثلا إعطاء صفة القيام بوظيفة هضم وامتصاص المواد الغذائية للخلايا الموجودة بالجهاز الهضمي، إعطاء صفة التقلص والانبساط للخلايا الموجودة بالجهاز العضلي، وهكذا. يعني تحديد خصوصية، يعني من ناحية الخصوصية من ناحية مثلا الوظيفة ومن ناحية الشكل الخلايا اللي تختلف من عضو إلى عضو ومن تركيب إلى آخر. النيوكلير ميمبرين هو الغلاف النووي أو الغشاء النووي، هو الغلاف اللي يحيط بالنواة اللي يكون عبارة عن دبل ميمبرين لاير، طبقة غشاء مزدوجة أو طبقة غشائية تكون ثنائية، يعني ثنائية الطبقة الغشاء النووي. وظيفته الأساسية هي البروتكشن بروتكت ذا سيل جينيتك ماتيريال، بما أنه يحيط بالنواة هو إذن يحفظ المادة الوراثية من الكيميكال رياكشن that take place outside the nucleus، من التفاعلات الكيميائية التي تحدث خارج النواة. كذلك وظيفة الأخرى للغشاء النووي هي أنه يحتوي على بروتينات، هذه البروتينات used in organize
organizing DNA and regulating gene. يعني هذا الغلاف أو الغشاء وظيفته الأساسية هي الحماية، كذلك الوظيفة الأخرى اللي هي احتواء على بروتينات اللي تقوم بوظيفة تنظيم الـ DNA وتنظيم وترتيب الجينات. إذن الغلاف النووي يكون عبارة عن طبقة غشائية مزدوجة يحيط بالنواة، وظيفته هو حماية المادة الوراثية، وكذلك يحتوي على بروتينات التي تقوم بتنظيم الـ DNA وتنظيم الجينات. النيوكليوس Nucleus are tiny spherical bodies اللي هي عبارة عن أجسام أو جسم كروي صغير ودقيق موجود داخل النواة، موجود داخل النواة. هذا الشكل هو النواة، هذا الشكل ككل هو النواة. هذا الغلاف النووي، هذا الطبقة المزدوجة، الغلاف النووي اللي يحيط بالنواة، وهذا التركيب الوسطي اللي موجود بالسنتر يعني مركز النواة هو النوية، هو نيوكليوس النوية. هذه التراكيب اللي ترتبط بالنوية هي عبارة عن كروماتين كوندنسد يعني متكثف. الكروماتين هو أحد التراكيب الخاصة بالنوية بالنواة ويتكون من جزيئات الـ DNA وبروتين. إذن هذا الشكل هو النواة اللي يتكون من الغلاف النووي أو الغشاء النووي، يكون عبارة عن طبقة مزدوجة إضافة إلى النوية، وهذه التراكيب المتكثفة اللي هي تسمى بالكروماتين اللي مكونة للكروموسومات، مكونة للكروموسومات. Chromatin is the combination of DNA molecule and protein that make up the chromosome within the nucleus of a eukaryotic cell. الكروماتين هو عبارة عن ارتباط أو معقد مكون من ارتباط جزيئات الـ DNA molecules and protein، يعني جزيئات الـ DNA وبروتين ترتبط مع بعضها تكون الكروماتين اللي هو يكون الكروموسوم. هذا الكروماتين، هذا الكروماتين اللي هو هذا الكروموسوم، هذا التركيب بصورة عامة كله هو الكروموسوم. هاي الذراع وهذا الذراع تسمى بالكروماتيد، هذا الذراع وهذا الذراع هي الكروماتيد اللي هي هذه نسميها بالشورت أرمز الأذرع القصيرة للكروموسوم، وهذه اللونج أرمز الأذرع الطويلة للكروموسوم. هذا وهذا هي الأذرع الطويلة للكروموسوم، وهذا وهذا الأذرع القصيرة للكروموسوم، تتكون من الكروماتيد. كروماتيد يعني تركيب هذا الشكل اللي مكون أساسا من الكروماتين يسمى بكروماتيد. هذا التركيب يسمى كروماتيد اللي هو أساسا شنو؟ أساسا كروماتين. هذا هو شكل الكروموسوم. الكروموسوم اللي يوجد داخل جسم الإنسان، الإنسان يحمل 46 كروموسوم. موجودة هذه الكروموسومات بشكل أزواج مشكلة تقريبا 23 زوج. 46 كروموسوم بشكل مفرد، 23 زوج من الكروموسومات. 22 من هذه الأزواج تسمى بالسوماتيك كروموسوم، يعني الكروموسومات الجسمية. One pair of chromosome is called six chromosome. زوج واحد من هذه الكروموسومات يسمى بالكروموسومات الجنسية. هذا هو الشكل شكل الكروموسومات الموجودة، كروموسومات الكلية لجسم الإنسان. هذه الكروموسومات الموجودة داخل جسم الإنسان، هذا مثلا الزوج الأول، الزوج الثاني، الثالث، الرابع، الخامس إلى الزوج 22. هاي كلها 22 زوج، كلها كروموسومات جسمية. في حين هذا الزوج 23
زوج واحد هو مسؤول عن تحديد الجنس، الجندر، جنس يعني الفرد، يعني فيميل او ميل. زوج واحد من الكروموسومات هو المسؤول عن تحديد الجندر، هاي الكروموسومات الجنسية، 6 كروموسوم ان ميل، لان هذه الصورة للميل، هاي كروموسوم 46 كروموسوم او ميل لي ذكر. هذا التفصيل انه الميل يحتوي على كروموسومات اكس وواي، اند فيميل تحتوي على كروموسومين اثنينهم بالشكل اكس. هذا انه الذكر هو اللي يحدد الجنس، لان كروموسوماته تكون مختلفة اكس وواي، في حين الانثى متشابهة اكس. أعيد، الكروموسومات موجودة بجسم الإنسان 46 كروموسوم متوزعة بشكل أزواج، 23 زوج، 22 زوج تسمى بالأوتوسوم أو سوماتيك كروموسوم، والزوج الأخير 23 هو السكس كروموسوم، كروموسومات الجنسية المسؤولة عن تحديد الجنس. الموضوع الثاني هو السيل ديفيجن سايكل، دورة انقسام الخلية. الخلايا حتى ينمو الجسم، الكائن الحي حتى ينمو ويتكاثر ويحافظ على النوع، على نوعه، ضروري انه تنقسم الخلايا، ديفيجن يصير لها انقسام. فالخلايا بداخل الجسم تمر بمرحلتين، الميتوسيس الانقسام الخلوي الاعتيادي، والميوسيس الانقسام الاختزالي. الانقسام الاعتيادي الميتوسيس is a type of cell division in which one cell the mother divides to produce two new cells the daughters that are genetically identical to itself. شنو يعني هذا الكلام؟ يعني انه الانقسام بالانقسام الاعتيادي يحدث انقسام للخلية الأصل، الخلية الأصل تنتج خليتين، الخلية الأصل اللي نسميها بالمذر سيل، نسميها بالمذر سيل، الخلية الأم أو الخلية الأصل تنقسم إلى خليتين، تنتج خليتين، نتيجة الانقسام تنتج خليتين. هذه الخلايا تكون متطابقة جينياً، يعني تحمل نفس المادة الوراثية، متطابقة ومطابقة للخلية الأم، للخلية الأم. أعيد، بالانقسام الاعتيادي، طبعا الانقسام الاعتيادي يحدث بكل الخلايا الجسمية، يحدث بكل الخلايا الجسمية. أثناء الانقسام الاعتيادي تنقسم الخلية الأم أو الخلية الأصل the mother cell تنقسم وتنتج لنا خليتين حديثة تحتوي على نفس المادة الوراثية، تكون متطابقة ومطابقة للخلية الأم من ناحية المادة الوراثية، وتحتوي على two equal sets of chromosomes، يعني تحتوي على نفس الزوج أو نفس العدد من الكروموسومات، نفسه كعدد ونفسه كمادة وراثية، متطابق يعني identical to itself، مطابقة لبعضها. هذا بالانقسام الاعتيادي. الانقسام الاعتيادي يمر بعدة أطوار أو مراحل، phases of meiosis، phases يعني أطوار أو مراحل، يكون مثلا أطوار تبدي بالبروفيس، الميتافيس، النافيس، and تيلوفيس. هذه أطوار الانقسام الاعتيادي أو الانقسام الخلوي الميتوسيس. الميوسيس الانقسام الاختزالي، من اسمه انقسام اختزالي، يعني يختزل به عدد الكروموسومات إلى النصف. هذا الانقسام الاختزالي يحدث فقط في الخلايا السكس سيل أو الريبرودكتيف سيل أو الجيميتس. هذه التسميات الثلاثة
كلها تنطي معنى واحد، خلايا تكاثرية أو خلايا جنسية. Sex cell, reproductive cell, gametes، يعني كلها تعني خلايا تكاثرية أو خلايا جنسية، يعني خلايا مسؤولة عن الجنس. فالانقسام الاختزالي يحدث فقط في الخلايا الجنسية. في الانقسام الاختزالي تم اختزال عدد الكروموسومات إلى النصف، وبالتالي تصبح السبيرم عند الإيك النطف والبيوض تحتوي على مجموعة كروموسومية مفردة، تكون ديبلويد، يعني تحتوي على مجموعة كروموسومية مفردة. هذا المصطلح بلاودي يشير إلى المادة الصبغية. يعني شنو المادة الصبغية؟ يعني الهيومن يكون ديبلويد، يعني خلايا الجسم المختلفة تكون ثنائية المجموعة الكروموسومية، في حين الجميت أو السكس سيل أو البرودكتيف سيل خلايا التكاثرية تحتوي على هابلويد اللي هي مجموعة كروموسومية مفردة. أعيد بصورة سريعة، الخلايا بصورة عامة تمر بانقسامات حتى تتكاثر وحتى تحافظ على النوع، تمر بانقسامات متعددة تكون بانقسامين، الميتوسيز والميوسيز. الميتوسيز يحدث للخلايا الجسمية الاعتيادية، وفي تنقسم الخلية الأصل إلى خليتين حديثة، خليتين جديدتين تكون مطابقة للخلية الأم من ناحية المادة الوراثية. كذلك الفيسز أوف الميتوسيس، هذه أطوار الانقسام تكون 4 أطوار. بعض المصادر تضيف ممكن أنه طور قبل البروفيس أو قبل الميتافيس وبعد الميتافيس، لكن هي كأطوار ثابتة ومحددة مميزة هي 4 أطوار: بروفيس، ميتافيس، أنافيس، أنتيلوفيس. الانقسام الاختزالي من اسمه يختزل به عدد الكروموسومات إلى النصف. يعني هي الخلايا، شنو الخلايا الجنسية أو التكاثرية بالأصل بداية تكوينها بالجنين؟ تكون مزدوجة ثنائية المجموعة الكروموسومية، لكن من تمر بالانقسام الاختزالي قبل البلوغ أو أثناء، عفوا بالأناث قبل البلوغ، لأن الأنثى بداية ولادتها تكون تحتوي البيوض، خلايا البيوض بالأنثى تكون نصف، تحتوي على نصف الكروموسومات، الخلايا التكاثرية فيها تحتوي يعني أحادية المجموعة الكروموسومية، في حين في الذكور لا، الذكور بمرحلة البلوغ يتم يحدث الانقسام الاختزالي ويختزل عدد الكروموسومات إلى النصف، يختزل عدد الكروموسومات إلى النصف، وبالتالي تكون الخلايا التكاثرية بالأناث وبالذكور تحتوي على مجموعة كروموسومية مفردة. محاضرتنا القادمة راح تكون عن الجينيتيك، ناخذ الجينيتيك بصورة مفصلة، شنو الدي ان اي، شنو الار ان اي، والكروموسومات والدبل هيليكس، كلها ناخذها بالمحاضرة القادمة إن شاء الله. شكرا جزيلا.